في الموجة دي هنتكلم عن النقلة النوعية اللي بيشهدها قطاع التعليم في مصر وتحديدا التعليم الفني بعد التوسع في إنشاء المجمعات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية ودور صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء في الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، واللي كان آخرها نجاح تجربة الصندوق في اختبارات القدرات اللي أجريت على المتقدمين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية المختلفة التابعة للصندوق. هنتكلم عن أهمية المجمعات دي إيه ولأي مدى قدرت إنها تحقق نقلة نوعية في التعليم الفني في مصر مع ضيفي عبر سكايب دكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ بالاهتمام الكبير اللي بيوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف التعليم منذ توليه منصبه باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، إيه اللي بيعكسه الاهتمام ده يا دكتور؟ طبعا من بداية تولي السيد الرئيس لمهام الأمور في مصر يعني كان في الاهتمام بالتعليم، كان له دلالات واضحة جدا. أول حاجة اتعملت المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، ثم بعد كده بدأنا نشتغل في موضوع المبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس في المبادرة الخاصة بالمجتمع المصري، مجتمع يفكر ويبدأ ويبتكر، ثم بعد كده لإنشاء بنك المعرفة المصري، ثم تولد بعد كده اهتمامات أخرى بالتعليم على المستوى القبل الجامعي والمستوى الجامعي تتمثل في العديد من المدارس اللي تم افتتاحها على المستوى القبل الجامعي، مدارس اليابانية، مدارس النيل الدولية، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، المستوى الجامعي في جامعات دولية أهلية اتعملت، في جامعات تكنولوجيا اتعملت. فالحقيقة في زخم كبير جدا في الاهتمام بالتعليم، والدولة على مدار الفترة السابقة عملت مشاريع ضخمة جدا جدا في التعليم، بتعمل توفر في التعليم وبتعمل إعادة لتأسيس البنية التحتية في التعليم. الأمر ده كله بيعكس دلالات اهتمام الدولة بهذا النوع من التعليم. في 2019 أعلن الرئيس السيسي أنه عام التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم، يعني كيف استقبلت هذا الحديث من الرئيس وقتها ودلالته إيه؟ طبعا دلالة اهتمام الدولة او اهتمام القيادة السياسية بالتعليم دي دلالة كبيرة جدا في تنمية وبناء الشخصية المصرية، علشان كده كان اهتمام غير مسبوق في الفترات السابقة بالمشاريع التعليمية الضخمة اللي تمت على المستوى قبل الجامعي والمستوى الجامعي. زي ما قلت لحضرتك، لما بيكون عندنا في المستوى قبل الجامعي في إعادة بناء النظام التعليمي الجديد على مستوى التعليم العادي والتعليم الفني، وعلى مستوى التعليم العالي في عندنا الجامعات الأهلية والجامعات الأهلية بالتعاون مع الجامعات الحكومية والجامعات التكنولوجية، كل ده بيعمل زخم في التعليم وبيدي فرص لتأهيل الطلاب سواء على مستوى قبل الجامعي على مستوى الجامعي لإعدادهم لسوق العمل، وبالتالي نهضة قومية في اقتصاد القوم المصري. طيب إيه مؤشرات اهتمام الدولة فعلا بالتعليم الفني؟ يعني لو حددت لنا كده أهم هذه المؤشرات. يعني التعليم الفني بالذات احنا عارفين طبعا كل الناس بتقول ان التعليم الفني هي قاطرة الدول في بناء اقتصادها، والتعليم الفني في مصر كان اصيب بنوع من الاهمال على مدار فترات وعصور كبيرة جدا، الا ان الفترة الماضية شهدت يعني طفرة غير عادية في التعليم الفني تمثلت. لو انا بتكلم على المجمعات التكنولوجية اللي عملها الصندوق، دي احد مشاريع التعليم الفني. لو انا بتكلم على مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص اتعملت في وزارة التربية والتعليم، دي في التعليم الفني. لو انا بتكلم على الهيئة الجودة الجديدة اللي بتعملها الدولة مع وزارة التربية والتعليم، برضه دي خاصة بالتعليم الفني. لو انا بتكلم على الجامعات التكنولوجية وعمل مسار للطلاب بعد الثانوية العامة وبعد الدبلوم لحتى الدكتوراه في التعليم الفني، فكل ده بيعكس مدى اهتمام الدولة بهذا النوع من التعليم.